قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني العقيدة بالتوحيد، حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. ابن اليهودي بالأول ما ولد يهوديا، أبوه سواه يهودي. النصراني ما ولد نصرانيا من بطن أمه، أبو أمه سواه نصراني. نعم، يقول: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، ينكر الحقيقة والواقع، يعني في وجدانه وفي ضميره يدري أكو آخرة، يدري أكو الله والله، لكن تكبر ماله وعناده وعصبية يقول لا. ليش؟ لأن هذا يريد بالدنيا يتونس، يريد يشرب، يريد يزني، يريد يبوق، يريد يقتل. يقول: إذا آمنت بالله الله يقول لا تقتل، لا تزني، لا تشرب. شنو بهالدوخة؟ أقول الله ما أقوى حتى أرتاح، أشرب وأبوق وأسوي كل شيء.